نعم. طلاب، هذه المحاضرة هي المحاضرة الرابعة، المحاضرة الرابعة اللي هي عنوانها Human Reproduction، تكاثر الإنسان. حياة الإنسان تعتمد على التكاثر الجنسي من تزاوج الذكر والأنثى وإنتاج متزاوجهم ينتجون من البيض المخصبة والزايكوت، من تزاوج الذكر والأنثى الأنواع الجيني. أجسام هم تنتج هذه الخلايا الجنسية اللي يسمونها جنيت. في الأنثى ينتج البيض المخصبة شهريا، وفي الذكر ملايين سبرمات تنتج يوميا. نمرة حياة الإنسان تتقلب أو يصير بيها انقسام اختزالي من إنتاج الخلايا الجنسية، والخلايا الجنسية وانقسام خيطي من إنتاج الخلايا الجسم. في الإنسان في الذكور يحدث الانقسام الاختزالي في عملية سبيرماتوجينيسيس، إنتاج السبيرمات في الذكور، بينما تحدث العملية في القصع لأجل إنتاج السبيرمات. في الأنثى الانقسام المايوسي تحدث عملية الأوجينيسيس اللي هي تكوين البيضة، انقسامات اختزالية ثانية لإنتاج البيضة، عملية الأوجينيسيس إنتاج البيضة في الأنثى لأجل إنتاج البيضة، وتم إنتاجها في المبايض وتنتج الذي فيه تنتج البيض. السبيرم يحتوي على نص العوامل الوراثية اللي يقول عليه هاكلويد 1 هاكلويد، والبيضة كذلك تحتوي على نص العوامل الوراثية 1 هاكلويد. طبعا الخلايا بعملية الميوسيس قلنا انقسام اختزالي بها ضعف ضعف العوامل الوراثية، فيصير انقسامات اختزالية تبتدي من الخلايا الجنسية بها نص العوامل الوراثية، نص العوامل الوراثية نص الموجود في الخلايا الأم، مثل ما شرحنا في العملية السابقة. فالاتحاد الهابلويد سبيرم بها نص عوامل وراثية مع البيضة اللي بها نص عوامل وراثية، فيصير عندها فيرتلايزيشن الاقتراب، وتبتدي من البيضة المخصبة اللي يسمونها زايغوت، البيضة المخصبة هي الزايغوت اللي بيها 2N دبلويد، العدد كامل من الكروموزومات. خلال لما يتكون الجنين، خلال تطور الجنين، فمرحلة من التطور تصير قبل الولادة، يعني على نوع الانقسامات. هنا يصير انقسامات مايتوسي، انقسامات خيطية لأجل إنتاج خلايا الجسم اللي راح تغطي الجنين. فهنا انقسام المايتوسي يحافظ على عدد الكروموزومات، يحافظ على عدد ثابت من الكروموزومات في كل خلية من خلايا الجسم قبل الولادة، يحافظ على عدد الكروموزومات الموجودة في كل خلايا من خلايا الجسم. لكن بعد الولادة انقسام المايتوسيس خلال الخيطي أو غير مباشر يحدث، يتكرر بشكل continuous growth، كان ممكن يستمر في حياة الطفولة حتى الإنسان ينمو بالغروث، وكذلك إصلاح للأنسجة الخلايا اللي تتلف أثناء
النمو. فهنا هنا موجود عندنا نعم إذن شكلتين عندنا هنا continuity growth of child and بعدين رافيل أو تشو. إذن بعد الولادة يستمر انقسام الميتوزي بتفكيك الخلايا بدخول هذه النمو وإصلاح الخلايا المنسجة في أي وقت. كنتيجة نتيجة انقسام غير مباشر هاي الخليط راح تتكون سوماتكسية الخلايا الجسمية في الجسم وتحمل الخلايا الجسمية نفس العدد من الكروموزومات نفس الخلايا الأصلية الأم من اثنين دبلوز ضعف العدد من الكروموزومات الخلايا الجسمية حمل السجيدة نفس العدد من مثل ما هي خلايا الأم. عندنا الصفحة اللي وراها عندنا مجموعة تعاريف راح نمر عليها مر سريع حتى ندخل في الموضوع هو ناخذ الأحياء البشرية نفس الفيروسات البكتيريا البروتوزوا الخطريات فلا بد أن نمر على بعض التعاريف الضرورية للاستفادة منها. أولا عندنا جين جينكشي يعني مفهوم الجين مفهوم الجين معمل الجين وتأثير الجين فلازم هنا لفهم هذه المصطلحين لابد انه نمر على المعصار من مفهوم او تطور في مفهوم الدي ان اي يعني الدي ان اي تركيبه عمله تطور مفهوم تطور الدي ان اي وبعدين تطور نظريه الجين إننا لازم حتى نفهم الجين لازم نفهم مفهوم شنو الدي ان اي وبعدين مفهوم نظريه الجين. الجين لنا عندنا بالنسبه للجين نعرف تعريف سريع الجين هو وحدات وراثيه الجين وحدات وراثيه محموله على الكروموزومات وتنتقل من جين الى جين بواسطه الانساج او الجينات التناسبيه والبويضات والحيوانات الدنيويه وتتحكم الجينات في نمو صفات الفرد والمتكون. نجي نعرف كذلك الكروموزومات الكروموزومات هي عبارة عن خيوط رفيعة تحتوي على المادة الوراثية هي الـ DNA تحتوي على المادة الوراثية الـ DNA وهي المسؤولة عن حمل الجينات الوراثية ويمتلك كل نوع من الكائنات الحية في نواته عدد ثابت من الكروموزومات على شكل أزواج متماثلة أحداهما من الأب من الأب والآخر من الأم وتختلف عدد الكروموزومات من أزواج متماثلة وتختلف عدد الكروموزومات بالشكل بالحجم والموقع موقع السترو مير ففي الإنسان يعني أعداد الكروموزومات تختلف في أنواع الكائنات الحية ففي الإنسان على سبيل المثال يبلغ عدد الكروموزومات في الخلايا الجسدية 23 زوج يعني مجموعها 146 زوج يعني 23 زوج خلايا جسمية 46 زوج والشمبان هي 24 زوجا يعني 48 كروموزوم وقصب النظار قصب السكر 40 زوجا يعني 85 كروموزوم البازلاء 7 ازواج 7 ازواج يعني 14 كروموزوم وذبابة الفاكهة والدروس الفلي 4 ازواج او 8 كروموزومات يحمل الكروموزومات وحدات تركيبية تسمى الجينات يعني بين الاجزاء وهي اجزاء من شريط الدي ان اي مع الكروموزومات
تحمل معلومات وراثية معينة ويقابل كل جين على الكروموسوم الجين الآخر نظير له يسمى اللين. وهكذا نجد كل صفة وراثية عادة تقع سيطرة زوج واحد من الجينات بوجه عام. هاي بالنسبة لتعريف الجين والكروموسوم. شوية توسعت انت بالنام في تعريف الجين. واما الجينيتيك، الجينيتيك هو العلم الذي يدرس الجينات الصفات الوراثية، جينيتيك تريس الصفات الوراثية المنقولة من الاباء الى الابناء، يسمونها خلال يسمونها الجينوم. الدي ان اي هو جزيئات متكونة من عدد ضخمة من وحدات يسمونها النيوكليوتايد، يسمونها وحدات نهائية يسمونها النيوكليوتايد، والتي تعطينا معلومات عن تركيب البروتين المدمج بالار ان اي والدي ان اي. وهذا يمكن انه يتوارد او يتكاثر ويحمل يعني عرض الكيت، يمكن ان يضاعف نفسه ويحمل المعلومات الوراثيه بين الخلايا وبين خلال جينيريشن الاجيال. مثل الدي بمكونات بثلاث مكونات هو بنتروجين بيز او قاعده النتروجين والرايبوز اللي هو السكر الخماسي والفوسفات. هذه ثلاثه المربوطات مع بعضها تسمي النيوكليوتايد وعده النيوكليوتايد تكون من الدي ان اي. هنا تعريف النتروجين بيز، النتروجين بيز هي النيتروجين بيز هي الدي ان اي متكون من شريطين. النيتروجين بيز القواعد النيتروجينيه الموجوده بالشريط الاول راح ترتبط ويا القواعد النيتروجينيه بالشريط الثاني، فعامل ربط تربط الشريط الاول بالشريط الثاني من خلال اخره الهيدروجين يسمونه الهيدروجين بوند. ولذلك عندنا نوعين من حيث التركيب، نوعين من النيتروجين بيز اللي بحل احتيين القواعد النيتروجينية المركبة من حلقتين مع بعضها يسمون اليورينات، اليورينات واللي متكونة من حلقة واحدة يسمونها الباراميدين. في الباراميدين الكنترول اوف اكشن سيطرة على تأثير، هذه من عرف ديفينيشن والجين اللي عرفناه وعرفنا جينيتك كود سابقا. الجين قلنا مثل ما هي وحدة أساسية تركيب حدد لنا وراثة الكائنات الحية وتحمل لنا الصفات الوراثية للأبناء. أما جين الكود قلنا هي عبارة عن فد نظام يمشي على الجين يترجم لنا ساعات الدي ان اي وبعدين ينتج منها تكوين البروتين. هنا هو الجين هو عبارة عن تتابع من دي ان اي امتداد مع الدي ان اي وكلها مربوطة مع بعضها مع بعض البعض. اما تكون دي ان اي او تكون موليكول دي ان اي او تكون ار ان اي. الجين يجب ان يحتوي على تراكيب، الجين يحتوي على تراكيب حتى او يحتوي على اوامر، الجين دي اوامر او ارشادات تؤدي الى تكوين بروتينات انفرادية. هاي من خلال عملية منظمة تصير داخل
من النواة من بعض النواة، وبعدين تمر بمسافة لازم.